الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا البرنامج برعاية فندق كورال انترناشونال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لقد دخلت العشر فنحمد الله على نعمته، لقد بدأ سباق عظيم إلى الله فالحمد لله على منته. لقد بلغنا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات هذه الأيام العظيمة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. بدأت رحلة فيها مسارعة بالخيرات ومسابقة بالطاعات وتنافس في الدرجات إلى رب البريات سبحانه وتعالى. نتواصى فيها إخواني وأخواتي على العزيمة في الإيمان وعلى السعي في مرضاة الرحمن. إنها والله الفرصة التي ينتظرها المؤمنون من عام إلى عام، إنها والله نعمة من وفقه الله وأحياه حتى بلغ هذه الأيام. إنها عشر ذي الحجة، الأيام المعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات كما قال ربنا، فيها التكبير وذكر الله. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فإذا اللسان في هذه العشر مشغول بذكر الله تعالى تكبيرا وتحميدا وتهليلا وتسبيحا، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جهر في المساجد والمنازل والطرقات والمواضع المتنوعة التي يذكر الله، التي يكون فيها ذكر الله عز وجل إعلانا بتعظيمه. ومن أعظم هذه الأذكار التكبير، هذا التكبير المطلق، ومن صفاته أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر نكبره عز وجل ونعلن أنه أكبر من كل شيء، تكبيرنا له دليل على عظمته، إعلان التعظيم لله سبحانه وتعالى. التكبير سنة ينبغي إحياؤها، وخصوصا قد دخلت العشر وأولها هذه الليلة، وقد ثبتت رؤية هلال ذي الحجة، وغدا أوله، والوقوف بعرفة يوم السبت
ما بعد القادم والعيد بعده، هكذا إذن عرفنا بداية شهرنا بترائي الهلال ورؤيته كما أمر الله، وجعل لنا هذه الأهلة مواقيت نعرف بها مواسم عباداتنا وآجال ديوننا وعدد نسائنا، نؤرخ بها لأن الله تعالى جعل هذا القمر آية في السماء، وجعل هذه الأشهر القمرية هي الميقات المعتمد والتاريخ الصحيح. وربنا عز وجل عنده 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، هذا الشهر منها، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه العشر التي بدأ فيها السباق سباق عظيم إلى الله، فيها هذا التكبير المطلق الذي لا يتقيد بشيء، يسن دائما في الصباح والمساء، قبل الصلاة، بعد الصلاة، في كل وقت. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هكذا إذن كان السلف يذكرون الناس بالخير. وسمع التابعي الجليل مجاهد بن جبر المكي رجلا يكبر في العشر فقال: أفلا رفع صوته؟ فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد، ثم يخرج بها الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح، وإنما أصلها من رجل واحد. رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه. إذن الناس يذكر بعضهم بعضا، فهذا يكبر فيسمعه الثاني فيكبر، فيسمعه الثالث فيكبر، ويتسلسل التكبير من بيت إلى بيت، من جار إلى جار، ومن دار إلى دار. هذا هو اتباع السنة في السوق من محل إلى محل، في الشركة من مكتب إلى مكتب، يتسلسل التكبير. أحيوا هذه السنة رحمكم الله، فإن كثيرا من الناس عنها غافلون. وهذه الأيام العشر فيها أعمال صالحة كثيرة، ومنها صيام 9 ذي الحجة لمن أراد. وقد جاء عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم عاشوراء و9 من ذي الحجة و3 أيام من الشهر. وذكر بعض أهل العلم صحته، وذكر آخرون غير ذلك، ولكن لا شك أن الصيام من الأعمال الصالحة، فالقيام به مشروع في هذه العشر التي تشرع فيها كل الأعمال الصالحة، ويسن صومها حتى للحاج إلا يوم عرفة فلا يسن له صومه، بل يستحب له فطره ولو كان قويا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليتقوى على الدعاء في ذلك اليوم. الأعمال الصالحة أيها الأخوة والأخوات كثيرة، منها بذل الخير والمعروف لعموم الناس، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ما معنى لا تحقرن؟ يعني لا تستصغرن. ما هو المعروف؟ اسم جامع لكل أعمال البر، لكل أعمال الخير. ولو أن تعطي صلة الحبل كما قال عليه الصلاة والسلام، ولو أن تعطي شسع النعل، خيط الحذاء الذي يربط به، ولو أن تنزع من دلوك في إناء المستسقي،
ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، يعني بالكلام الجميل. واحد غريب جاي من بلد إلى بلد يعمل، وحشان ما عنده أقارب، تؤنس الوحشان، مرة تدعو إلى بيتك، مرة تزور في مكانه، مرة تأخذه إلى مكان آخر. المهم أن هذه الأعمال الفاضلة الطيبة وحتى التي يستصغرها بعض الناس كلها من عمل الخير. والحديث السابق رواه أحمد وهو حديث صحيح، حضنا عليه الصلاة والسلام على فعل الخير قليله وكثيره امتثالا لأمر الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويروى أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، يعني حبة واحدة. فقالت عائشة أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة، كم ترى من مثقال حبة، كم ترى من في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ والحديث رواه مالك في الموطأ، وجاء عن سعد بن أبي وقاص أنه تصدق بتمرتين، فقبض السائل يده فقال للسائل: يقبل الله منا مثاقيل الذر وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. إماطة الأذى عن الطريق وإزالة كل ما يضايق المارة أو السيارات من قذارة أو حجارة أو سد حفرة، عيادة المريض، الدعاء لهم بالشفاء، زيارة الإخوان في الله، إعانة من لا يحسن التصرف لضعف إدراكه، اتباع الجنائز، تشميت العاطس، إخراج الأذى من المسجد، تنظيف المسجد، التبسم في وجه أخيك، إرشاد الضال، قيادة الأعمى إلى المكان الذي يريده، إعانة الضعيف، إعانة الرجل على دابته، إسعاف من صار في سيارته خلل، الكلمة الطيبة، إنظار المعسر، تعزية المسلم، الدعاء لأخيك بظهر الغيب، وأعمال الخير كثيرة وكثيرة جدا. ومنها إفشاء السلام، إذهاب الشحناء، وكذلك محاربة البغضاء وقطع الهجران، مصافحة الإخوان، البادئ بالسلام بين حسنتين، تفضيل الله عز وجل إياه على المسلم عليه بدرجة لتذكيره إياهم بالسلام، وكذلك رد الملائكة عليه لو غفل أولئك القوم وما ردوا. الإحسان إلى الجيران، كم نحتاج أن نحسن إلى جيراننا؟ الجيران المقطع الأواصر بينهم إلا من رحم الله، ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والتجاوز عن أخطائه والستر عن عيوبه وحفظ عوراته، والجار الذي يعرف مدخل جاره ومخرجه فيستر خلته. يا أبا ذر، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. إخواننا الآن تحت القصف وفي الحصار، إخواننا الآن تحت أنواع التعذيب، فهذا يسعف جاره، وهذا يعطيه رغيف خبز أو شيئا من ماء، والله إنها حسنات عظيمة. وإطعام الطعام في هذه العشر من أعظم أيام البر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما هو الحافز لهم على هذا؟ اسمعوا الجواب: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا طويلا شره عظيم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. جاءت أيام العشر الآن والليل طويل، وفيه المجال للعبادات الخفية بينك وبين الله لا يعلم عنها أحد،
جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، وأفضل أنواع إطعام الطعام الإيثار مع الحاجة، كما وصف الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نتذكر صحابة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءه وليس عنده شيء، عليه الصلاة والسلام قائد الأمة ما عنده شيء، فقال: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ من يضيفه؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. ذهب به إلى زوجته، سألها خفية ما عندها، قالت: قوت صبياني فقط. فاحتال هو وامرأته حتى نوما صبيانهما وقامت إلى السراج كأنها تصلحه، فأطفأته ووضع الطعام أمام الضيف. يتظاهر الرجل أنه يأكل صاحب البيت وهو لا يأكل. كثير من السلف آثروا بإفطارهم وهم صيام، وطووا على الجوع لسائل طرق الباب فتصدقوا عليه بالإفطار. كان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين. كان بعض السلف يعمل الأطعمة الجيدة الفاخرة ويرسلها إلى الفقراء ويقول إنهم لا يجدونها، وبعضهم يصنع لهم طعاما ويقال له يعني يرضون بأقل من هذا، فيقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما نفعل، هو يرجو ما عند الله ويتلو قول الله، ويطعمون الطعام على حبه، على حبه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وبعضهم اتخذ حلاوة فأطعمها رجلا معتوها، فقال له أهل: هذا لا يدري ماذا يأكل، المجنون يعني لا يدري. قال: لكن الله يدري. نحن في العشرة أيها الإخوة والأخوات نحافظ على السنن، السنن الرواتب وغيرها. من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. ثابر يعني حافظ وداوم. قضاء حوائج المسلمين، قضاء حوائج المسلمين، شفاعة حسنة، إعانة. وكذلك في هذه الأيام يكون الاجتهاد في تلاوة القرآن لله رب العالمين الرحيم الرحمن، نكثر منها. يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وهذا حفظ القرآن له هذه المزايا العظيمة. الاستغفار: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أيتها الأخت، إذا صرت معذورة فعندك أعمال خير كثيرة في العشر، بالإضافة لما تقدم: الصدقة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ألا ترون يا عباد الله ماذا يحل في العالم اليوم من الكوارث والحوادث؟ ألا ترون ما يحدث اليوم من التغيرات والتبديلات؟ ألا ترون أن في هذا دليلا على أن هذا العالم سينتهي، وأن الدنيا ستفنى، وأن العودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أين بر الوالدين؟ أين صلة الرحم؟ أين إعانة الحجاج؟ أين سقيا الحجاج؟ أين تعليم الحجاج؟ أين نقل الحجاج؟ أين وأين إعانة الحاج؟ حفظ الأولاد حتى تتمكن المرأة من الحج. العمر قصير والعالم فاني والله،
والناس قادمون على الله، فرطنا كثيرا وعصينا طويلا، لقد آن الأوان للتوبة، والتوبة من أعظم الطاعات في هذه العشر. دع التشاغل بالغزلان والغزل، يكفيك ما ضاع من أيامك الأولي، ضيعت عمرك لا دنيا ظفرت بها، وكنت عن صالح الأعمال في شغلي، هل تشبهت بالأكياس إذ فطنوا، فقدموا خير ما يرجى من العمل، فرطت يا صاحي فاستدرك على عجل، إن المنية لا تأتي على مهل، دع البطالة والتفريط وابكي على شرخ الشباب الذي ولى ولم يطل، وقف على بابه المفتوح منكسرا، تجزم بتسكين ما في النفس من علل، ولازم الباب واصبر لا تكن عجلا، واخضع له وتذلل وادعو وابتهل، ونادي يا مالكي قد جئت معتذرا، عساك بالعفو والغفران تسمح لي. الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، والمبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، وقبل أن يندم المفرط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. الضراعة إلى الله، التذلل إظهار الفقر والحاجة، الضراعة دعاء ممزوج بذلة وتمسكن لله، الضراعة مقام عظيم وسر حياة القلب وإقباله على ربه، إظهار الافتقار إلى العزيز الغفار، وشكوى المؤمن لله واللجوء إليه، أن نظهر ضعفنا ونسأله بقوته، أن نظهر فقرنا ونسأله بغناه، وهكذا نحن محتاجون إليه. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، مهما أوتينا من جاه أو رفعة أو منصب. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فلا غنى لنا عنه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. الضراعة، أيوب لما مسه الضر نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سنتابع حديثنا عن الأعمال الصالحة في العشر، ومنها الأضحية، بعد قليل إن شاء الله. وسنكون في حلقات معكم بمشيئة الله كل ليلة من هذه الليالي الفاضلة، ونذهب لسماع أسئلة إخواننا الذين ينتظروننا. أخونا أبو ليث، يا أبا ليث تفضل. أبا ليث، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعد، الصوت منخفض، أنا ما أسمعك. طيب ارفع الصوت. أيوة ارفع صوتك شوي يا أخي. أنت إيش؟ نذرت كبير. نذرت نذرا. إني أذبح ذبيحة على وجه الله تعالى. نعم. يعني الله عوض على الأولاد. أيوة. هل إن أنا بقدر أوكل من ذبيحة، وكيف أوزعها وأطبخ؟ طيب طيب. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك، حياك الله يا أخي. شكرا. حياك الله أخوي عايض، تفضل يا أخ عايض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
الله يحييك يا أخي. نعم. من أخوانا المسلمين جدا. نعم. هل يمكن أن يتبع عنهم الهدي حج متمتع؟ نعم. وإذا تبع للمن هل يمكن أو لا يتبعونهم؟ طيب. وجزاك الله خير. الله يحييك يا أخي، حياك الله، أهلا وسهلا. طيب. الله سبحانه وتعالى يسمع ذو النون لما ابتلاه ربه فالتقمه الحوت، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، لأنه تضرع إلى خالقه أجابه سبحانه. الذي يقف بين يدي الله فيسأله ليس بمحروم، فالجأ إلى ربك يا أخي يا أختي في كل الأحوال، الجأ إلى ربك في كل أحوالك، أشكو إليه بثك وحزنك، أشكو إليه ضعفك وعجزك، أشكو إليه سقمك ومرضك، أشكو إليه همك وغمك، أشكو إليه ديونا عجزت عنها وهموما ركبتك وذنوبا ارتكبتها، مد يد الضراعة إليه سبحانه، فما ردت يد عبد رفعها إليه خائبتين أبدا. إني مددت يدي إليك تضرعا حاشا وكلا أن يخيب رجائي. ما أسرع أثر الضراعة والاستكانة، الله يحبها. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هكذا يريد الله عز وجل منا، فلنتضرع في عشرنا هذه. أختنا أسماء من الأردن، تفضلي. نعم يا أسماء. أسماء، طيب الأخت نورة تفضلي. عليكم السلام طيب وبركاته. طيب طيب حياكم الله. طيب أختنا أسماء لا زالت معنا. طيب أيها الإخوة والأخوات، الناس تعاني من أزمات نفسية، صحية، اجتماعية، اقتصادية، مآسي. ما الذي يرفع هذا؟ التضرع إلى الله أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ غنائم الضراعة كثيرة، سمة من سمات التوحيد، تقرب إلى المولى وتأتي بالفرج. وفي هذه العشر العبادة العظيمة جدا، العبادة المنتظرة من المسلمين قربا وبعدا، هذه العبادة التي هي توحيد لله بإنهار الدم له. الدنيا كلها توحيد ينبغي أن تكون، أعمالنا كلها توحيد ينبغي أن تكون. هذا التوحيد يظهر بهذا التضرع، وهذا التوحيد كذلك يظهر بإنهار الدم لله عز وجل، وهذه عبادة الأضحية. أخونا منذر من الهند تفضل. تفضل يا منذر. منذر، نعم يا منذر. طيب أم عبد الله، تفضلي. نعم نعم. وعليكم السلام. نعم.
نعم يعني ما نعم. طيب يعني تعتبر ولا تقرب الى الله؟ طيب طيب حياكم الله. طيب اخونا منذر لا زال معنا؟ طيب لا نسمع على اي حال، اذا امكن كتابه سؤاله ونجيب عليه ان شاء الله. نحر الاضاحي تقربا الى الله عز وجل، ما هي الاضاحي؟ جمع اضحيه، ما يذبح من بهيمه الانعام. إذن بهيمة الأنعام معناها الإبل والبقر والغنم لا غير، فإذن الدجاج، الغزلان، الأرانب إلى آخره يصح ويجوز أكلها، ولكن لا تكون في الأضاحي. إذن الأضاحي ما يذبح من بهيمة الأنعام. أيام الأضحى إذن لا قبل ولا بعد، فلو ذبح في التاسع ليست أضحية، ولو ذبح في الرابع عشر ليست أضحية. سميت أضحية من وقتها لأنها تذبح ضحوة ضحوة، وهي من شعائر الإسلام العظيمة المشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك. ولكل أمة جعلنا منسكا. ما معنى منسكا؟ نسك نسيكة، ذبح ذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي. الأضحية سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، وذهب بعضهم كأبي حنيفة وغير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى وجوبها، فلا ينبغي لموسر أن يتركها. أما العاجز ليس عليه أضحية، ولا يكلف بأضحية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحمد لله رب العالمين. هذه الأضحية المشروعة في حق جميع الناس، الذكر والأنثى، أهل البوادي والحضر، المقيم والمسافر، وحتى الحاج إذا أراد أن يضحي، وقال بعض العلماء يكفيه الهدي ولا يضحي. ويشترط لوجوب الأضحية غنى المضحي عند من يوجب الأضحية، بأن يكون عنده ثمن الأضحية زائد عن كفايته وكفاية أولاده. ونعود لإخواننا حتى لا ينتظروا كثيرا. أخونا منذر مرة أخرى، الأخ منذر. منذر السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته، تفضل يا أخي. أتكلم مع الشيخ. معك، تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. شيخ من فضل عندي سؤال، أنا بالهند. نعم. والعيد عندنا قرروه إنه يوم الاثنين، حمل إنه العيد بالهند بالسعودية يوم الأحد. أيوة. فما أدري هل منهم ما يتبعون رؤية الهلال، فهل نتبع الهند أم نتبع السعودية؟ علما إنه يعني العيد الأضحى للعالم الإسلامي كامل. طيب تسمع الجواب إن شاء الله فيما إذا أعلنت بلد أخرى العيد في غير اليوم الذي أعلن فيه في بلد الحرمين هنا. تسمع الجواب إن شاء الله. أخونا همام، تفضل يا همام. همام عليكم السلام ورحمة وبركاته. طيب طيب يا همام، همام طيب همام، أين ستكون في وقت ذبح الأضحية؟ في الرياض. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب كثير من الناس عندهم رواتب، لكن الراتب يكفي آخر الشهر، وبعضهم لا يكفيه إلى آخر الشهر ويقترض، فهؤلاء ليس عليهم أضحية إذا ما استطاعوا، ما عليهم أضحية.
ولا يجب على الإنسان الاقتراض ليضحي. استطاع الحمد لله، ما استطاع ما عليه شيء. طيب أخونا أيوب من العراق. نعم نعم يا أيوب. أيوب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال. تفضل تفضل. شيخ عندي سؤال بالنسبة للصيام من عشر ذي الحجة، إذا أصوم لا أستطيع أقرأ القرآن ولا أعمل صالحة، فيما الأفضل؟ صيام عشر ذي الحجة باقي الأعمال الصالحة. طيب طيب. نسأل الله لنا ولك العافية. طيب الأضحية قلنا إن أهل البلدان يشاركون بها الحجاج، حجاج بيت الله الذين أكرمهم بهذه النعمة العظيمة والعبادة الجليلة وهي الحج ونحر الهدي. ملايين الملايين من المسلمين في العالم لا يستطيعون الحج ويتقربون إلى الله بالأضاحي، ف الهدي الذي يذبحه الحاج يشابهه أهل البلدان فيه بذبح الأضحية. فإذا الأضحية فيها مشابهة من أصحاب البلدان للحجاج، ولذلك يمتنعون عن الشعر والأظفار. مشاركة في الحكم كما يمتنع المحرم عن الشعر والأظفار. ثانيا في الأضحية إحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل ففداه الله بذبح عظيم. قال الله تعالى عن إبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ومضت سنة النحر في الأضحى على هذا، لما أنزل الله فداء إسماعيل بكبش عظيم، فطوبى لمن ضحى بكبش عظيم. أخونا مجاهد. نعم مجاهد. نعم يا مجاهد. عليكم السلام طيب وبركاته. ارفع صوتك يا مجاهد. مرة أخرى. طيب نسأل الله عز وجل يفرج همنا وهمك وهموم المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك ويفتح عليك. أكرمك الله أكرمك الله. حياك الله. طيب تأخذ من الإخوة في التحكم إن شاء الله. طيب طيب مضت سنة النحر كما قلنا، وكانت هذه الذكرى العطرة التي تركها أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم عليه السلام. طيب أخونا عبد الرؤوف من ليبيا، تفضل عبد الرؤوف. عبد الرؤوف. أخونا عبد الرؤوف من ليبيا، تفضل عبد الرؤوف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام عبد الرؤوف. بس الله يحييك يا أخي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. عبد الرؤوف بس وطي صوت التلفزيون. عبد الرؤوف وطي صوت. أغلق صوت التلفزيون يا عبد الرؤوف. أغلق صوت التلفزيون لو سمحت. حاضر. طيب تفضل يا عبد الرؤوف. عندي ابني توفي وترك ابنة عمرها سنتان. نعم. وترك لها أموال طبعا. نعم نعم. فمن أحق الناس بحفظ هذا المال؟ من أحق الناس بحفظ مال
ابن لأن أمها وجدتها لأمها وجدها لأمها وجدها لأبيها وجدها وجدتها لأبيها مازال بقية الحياة. طيب إذا تسمع الجواب إن شاء الله عن سؤالك: من أحق بحفظ مال اليتيم من أقاربه؟ من أحق بحفظ مال اليتيم من أقاربه الأحياء؟ طيب حياك الله. ذبح الأضحية فيه من فوائد أيضا توسيع على النفس وأهل البيت وإطعام الطعام لهم، إكرام الجيران والأقارب والأصدقاء، التصدق على الفقراء يوم عيد الأضحى. رابعاً، الأضحية من فوائدها شكر الله على نعمه المتعددة. أولاً أنه أحياك إلى أن بلغت هذه السنة، فأنت تشكره على نعمة الحياة، تشكره على نعمة الحياة، نعم لا تعد ولا تحصى. يا أخي أعطاك السمع والبصر والعقل والمال، نعمة الروح، الحياة التي تحيا بها. فالأضحية صورة من صور الشكر لله عز وجل، يتقرب العبد إلى ربه بإراقة دم الأضحية امتثالا لأمر الله عز وجل، فصلي لربك وانحر. هذه إظهار للتقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وينبغي أن نعلم أن الأضحية عبادة عظيمة ولها شروط سنتحدث عنها إن شاء الله بعد هذا الفاصل، نعود إليكم بعد قليل. برنامج برعاية مجموعة زائد، التميز في عالم التطبيقات الجوال الهادفة، من الفكرة والإنتاج إلى النشر والتسويق على أنظمة التشغيل المختلفة: الآيفون، الأندرويد، السامبيان، البلاك بيري. من إنتاجنا تطبيق مناسك، تطبيق رمضانيات، تطبيق زواج سبع نجوم، تطبيق نبي الإسلام، تطبيق مؤذن، تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد. وترقبوا الجديد دائما، الشراكة في الإنتاج الهادف. ضياء يحليق فوق الربا ويروي صدى الروح كالبلسم، أريج المعاني بروق التهاني. جوال نور، منارات إيمانية، وقفات تربوية، فيه الشفاء، سوار يضيء على المعصم، هو النور بين سطور، إضاءات قرآنية، توجيهات أسرية، قبسات نبوية، نوادر من الحكمة، وتربية واحمى المسلمين، حروف من الماس سر البناء. للتعرف على الباقات والاشتراكات أرسل رسالة فارغة مجانية إلى رقم مزود خدمتك. نقاء وضياء. مجموعة زاد، إعلانات تلفزيونية، كليبات هادفة، توثيق قيمي، برامج حوارية، حملات إعلامية تفاعلية، أعمال درامية وتلفزيونية، أفلام وثائقية وسينمائية. مجموعة زاد، إنتاج إعلامي هادف. الآن شاشة جوالك تضيء بالخير والعلم النافع. تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد على متجر أبل وعلى متجر نوكيا. محاضرات، دروس، فوائد متجددة،
تطبيق متصفح الإسلام، سؤال وجواب للآيفون والآيباد. تصفح الموقع بكافة إمكاناته عبر الاتصال بالإنترنت. تطبيق الإسلام، سؤال وجواب للآيفون والآيباد، النسخة الكاملة. كافة محتويات الموقع على جوالك وبلغات متعددة. تحديث مستمر لمحتوى التطبيق إضافة لمجموعة من الخدمات المميزة. تطبيق نبي الإسلام على متجر نوكيا، تطبيق متميز يعنى بالتعريف بسيرته الشريفة وخصاله الحميدة، بالإضافة إلى باقة من المواد الصوتية والمرئية والرسائل والمسابقات الثقافية، وقريباً نسخة الآيفون والأندرويد وبلغات متعددة. جميع هذه التطبيقات تقدم لك مجاناً، فسارع بتحميلها. جوالك زادك، فاجعله زاد خير. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. كنا نتكلم عن الأضحية وقلنا إن لها شروطا، فمن شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ضأنا ومعزا، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذه بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم كما هو معروف عند العرب. ثانياً أن تبلغ السن المحددة شرعاً، من الإبل ما تم له 5 سنين، من البقر ما تم له 2 سنين، من الغنم ما تم له 1 سنة، من الضأن ما تم له 1/2 سنة، 6 أشهر. معنا أخونا محمد من الكويت، تفضل يا محمد. محمد تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أخي. طيب تفضل. أيوه. طيب يا أخي، طيب، جزاك الله خير يا أخي محمد، ثابك الله على هذا السؤال. أخونا أحمد أيضا، تفضل يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز لك تعيد عند أخيك؟ تضحي عن أهل بيتك وأخوك معهم. طيب حياك الله، أهلا وسهلا. طيب الشرط الثالث الأضحية ما هو؟ أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. فإذا قلنا من ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب شمس يوم 13 لم تصح أضحيته، فلا ذبح قبل الفراغ من صلاة العيد، لا ذبح قبل الفراغ من صلاة العيد، وكذلك لا ذبح بعد مغرب يوم 13 من ذي الحجة. يجوز الذبح ليلا ويجوز الذبح نهارا، والذبح في النهار أولى وبعد الخطبتين أفضل مبادرة لفعل الخير. ولكن سنذكر فائدة في مسألة تأخير الأضحية بعد ما نسمع سؤال أخينا يا أبا حسن. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا تفضلي. كنت تضحين في السنوات الماضية؟ ضحيت مرتين. فإذا مثلا أنا أضيع ثمن الأضحية أفرق مصاري، يعني فقرة. طيب تريدين
تريدين تفريق ثمن الأضحية على الفقراء، هل لأنك لا تستطيعين الذبح؟ لا، بس يعني مشان الفقراء يستفيدوا ثمن الأضحية. إيه طيب. طيب إذا سؤالك هل ذبح الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟ التصدق بثمنها أفضل. طيب جزاكم الله خير. حياكم الله. طيب أخونا محمد من الكويت. نعم يا محمد. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، تفضل يا محمد أسمعك، تفضل. يا شيخ الأفضل أن أنصحك بالتمتع ولا القران ولا الإفراد؟ طيب واضح. نعم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام. طيب أيضا أختنا أفنان، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم غدا أول أيام ذي الحجة إن شاء الله. يعني الآن رؤية الهلال الليلة، وغدا أول أيام ذي الحجة. غدا الجمعة أول ذي الحجة. نعم، والعيد الأحد إن شاء الله. الله يحييكم. طيب الشرط الرابع من شروط الأضحية أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة أساسية ويقاس عليها عيوب أخرى ممنوعة أيضا. فالعوراء البين عورها، التي العور الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى أو تبيض بيضاضا يدل على دلالة بينة على أن عوراء. المريضة البين مرضها التي تظهر فيها الأعراض كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها للطعام، والجرب الظاهر المفسد للحم، الجرح العميق الغائر المؤثر في صحتها. كذلك العرجاء البين عرجها فيمنعها من مسايرة السليمة في ممشاها، وأيضا الهزيلة التي ذهب مخ عظامها. وهذه مأخوذة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أربع لا يجزنا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه النسائي وحديث صحيح. ما معنى لا تنقي؟ يعني لم يبقى لها مخ ما يكون داخل العظام، فهي في غاية العجف. ويقاس غيرها عليها من باب أولى مثل العمياء مثلا، فهو أشد، هي أشد من العوراء. وهكذا يستسمن ويتأكد من الإجزاء وسلامة الأضحية من العيوب. أخونا أبو بندر تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا من سكان جدة. نعم. نعم. يعني تريد أن تؤخر طواف الإفاضة؟ أيوة، وتريد أن تفصل بين السعي والطواف. إيه، يعني تريد أن تفصل بين سعي الحج وطواف الحج يومين، وترجع لتطوف الإفاضة وتمشي. تسمع الجواب إن شاء الله. الله يحييك يا أخي. أختنا نادية من العراق، تفضلي يا نادية. نادية طيب لعلك
لعلك تكتبين السؤال عند التحكم إذا كنت تسمعينهم وترسلين به. طيب نأتي الآن لإجابات الأسئلة. كان أخونا أبو ليث يقول: نذرت نذرا ذبيحة إذا رزقه الله ولدا هل يأكل منه وماذا يفعل به؟ طيب النذر عظيم، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومدح الله المؤمنين فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكن العلماء يقولون إن النذر الممدوح هو نذر الطاعة ونذر التبرر غير المشروط، يعني واحد يريد أن يحمل نفسه على طاعة فينذر فعلها ولا يقول لربه لو فعلت لي كذا فعلت لك كذا، لأن هذا معنى مكروه، لأن هذا يكن ويقول إذا ما فعلت لي لا أفعل لك، إذا ما فعلت لي لا أفعل لك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا أو من قدره، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. ولذلك النذر الممدوح النذر المطلق، مثلا ينذر أن يصوم لله، ينذر أن يذبح لله بدون شرط، لكن لو نذر بالشرط فعليه أن يفي، لابد يفي. طيب الآن قال: أنا نذرت إذا رزقني الله ولدا أن أذبح، إذن لابد أن تذبح، ما نذرته أنت على نيتك ما دام رزقك ولدا، هل تأكل أو لا على نيتك؟ إذا كنت تنوي عند نذرك أنك تأكل تأكل، وإذا كنت نذرت أنه للفقراء كله فلا بد أنك تعطيه الفقراء جميعه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أبو يعرب معنا من الأحواز، تفضل أبو يعرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا يا أخي، حياك الله. أفن الصوت في الزليل، يعني ما أسمع الصوت، يمكن تطون حجم الصوت. طيب تفضل يا أخي. ألو معك، تفضل شيخ. أفن أدي أسأل سؤال. نعم. حبيت أعلم حد الأدنى لصلاة العيد بكم نفر، كم تعداد المصلين؟ طيب تسمع الجواب تسمع الجواب إن شاء الله في الحد الأدنى لصلاة العيد. ألو خلص وصل السؤال يا أبا يعرب. نعم. طيب أختنا حنين تفضلي، أو حنين تفضلي. عليكم السلام طيب بركاته، تفضلي. نعم. طيب حياكم الله. يقول أخونا أراد تجهيز، أنه يريد تجهيز حجاج من المسلمين، هل يذبح عنهم الهدي؟ ليس لا يشترط، يعني لا يجب عليك، إذا أردت أن تسدد عنهم ثمن الهدي جزاك الله خير. طيب تسديد ثمن الهدي للحملة، توكل الحملة، أو تعطيهم المال هم يشترون ويذبحون، أو تشتري قسائم ما يسمونها وكوبونات الهدي من البنك الإسلامي الموكل رسميا باستقبال قيمة الهدي من الناس، وذبح الهدي، شراء الهدي وذبحه هناك وتفريقه. فلا مانع أن تشتري القسائم من المكان الموكل رسميا بهذا، الموكل رسميا بهذا، وهذا البنك سيقوم بجمع المال وشراء الهدي وذبح الهدي في منطقة الحرم وتفريق الهدي بالنيابة عنك. أخونا خالد من ليبيا، تفضل. تفضل يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. طيب الله يحييك يا أخي. الناس على الصيام يوم الجمعة، طيب
حاضر، جزاك الله خير على السؤال. طيب نختم بسؤال أخينا عبد الهادي لأن الوقت قد ضاق. عبد الهادي تفضل يا عبد الهادي. عليكم السلام طيب بركاته. الله يحييك. نعم نعم نعم. 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 طيب طيب. نعم. نعم. طيب طيب حياك الله يا أخي. طيب يقول السؤال إنها بلغت 3/4 القرآن وهي الآن دخلت العشر، هل تبدأ من أول؟ نقول يا أختنا الكريمة إن بدأت من الأول لا مانع وأكملت الختمة هذه فيما بعد، وإن أكملتها الآن وبدأت ختمة أخرى في العشر فالحمد لله. المسألة واسعة، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فلا مانع، لا مانع أن تتوقفي تبدأ ختمة جديدة، ولا مانع أن تكملي ختمتك السابقة وتبدأ ختمة أخرى، ولعلك مع الاجتهاد تنجزين إن شاء الله في العشر، فتكونين في العشر أنجزت ختمة وربع. تقول إنها تريد أن تضحي من مالها الخاص ليس من مال زوجها، هل تمسك عن الشعر والأظفار؟ نعم، لا مانع للزوجة أن تضحي من مالها الخاص غير أضحية الزوج، فيكون لزوجها أضحية ولها أضحية، فتمسك هي عن الشعر والأظفار وزوجها يمسك هو أيضا، وكلاهما مأجور إن شاء الله. يقول أنا أضحي في الرياض ولا في سوريا، علما إنه هو ساكن في الرياض وفي العيد سيكون في الرياض. نقول السنة يا أخي أن تذبح في مكانك، ولهذا فوائد منها، أن تتأكد من سلامتها وإجزائها، لأن لو ذبحت بعيدا عنك قد لا تتأكد. ثانيا أن تأكل منها أنت وأهل بيتك، وأن تذبحها أو تشهد ذبحها، إذا ذبحها عبادة وشهادة الذبح عبادة، الأكل منها عبادة، ليأكل كل رجل من أضحيته، والنبي عليه الصلاة والسلام أكل. طيب إن قال أنا أوكلهم يذبحون ويتأكدون من سلامتها ويدخرون لي وأجي أنا في الإجازة وأكل منها، أو يرسلونه لي، لا مانع، والأكل منها ليس بواجب. ثم نذكر بحاجة إخواننا في سوريا، وهم الآن في هذه الشدة العظيمة، ويجب على المسلمين إعانة بعضهم بعضا، يجب الآن وجوبا على المسلمين مساعدة إخوانهم وهم في هذه الضائقة وفي هذه الشدة. أين الأخوة الإسلامية؟ يجب أن ينصر أخاه المسلم، أن يدافع عنه، لا بد أن يسد خلته وحاجته، لا بد أن يعينه في فقره، وقد بلغ الجهد ما بلغ، والله أكبر والعزة لله، كم نرى في نفوسهم الأبية من تلك الحمية ومن هذا الصبر العظيم. فنسأل الله لهم الثبات، ونسأل الله لهم الفرج العاجل، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، ويستجيب الدعاء، ويستجيب دعوة المضطر، وهم في هذا الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه. يقول السؤال أيضا صيام يعني إذا صام العشر لا يستطيع أن يقرأ القرآن، يعني معناها أن هناك هزال كبير أو ضعف شديد جدا إذا صام الأخ لا يستطيع القراءة. ممكن يا أخي تصوم مثلا يوما منها، من أيام، صم يوم عرفة مثلا، صم يومين مثلا، صم جمعة وسبت مثلا، السبت عرفة، ولا مانع من إفراده بالصيام، لا مانع من إفراده حتى لو كان يوم سبت، لا مانع. طيب
يقول السؤال أيضا نذر أن يحج ودخل في عقد مع ستار أكاديمي وسيرفعون عليه دعوة لو تركهم وذهب للحج. يجب عليك يا مسلم يا عبد الله يا أخي أن تتركهم تذهب للحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، وخصوصا أن المشاركة معهم معصية لله، فإنهم على فسق وفجور ومعصية، وإنهم عصاة لله، وإنهم يعملون المنكرات بخلط الشباب مع الشابات وفتح باب الشهوات، وهذا هذه الأعمال المشينة التي يعملونها، فحرام عليك المشاركة حتى لو ما في حج. فكيف وأن فريضة الله قد أدركتك يا أخي، وليرفع عليك دعوة، وأنت عندك في الكويت ستجد من المحامين المتطوعين من يقوم معك إن شاء الله، وسيخزيهم الله وينصرك عليهم. يقول أضحي عن أهل بيتي وأخي معهم. نعم هذا طيب إن شاء الله وأنت مأجور على ذلك. تريد تفريق ثمن الأضحية؟ لا يا أختي، الأضحية أفضل من تفريق ثمنها، الذبح لله توحيدا أفضل من تفريق الثمن والأكل منها، وفيها بركة عليك وعلى أهل البيت. أفضل الأنساك التمتع، لمن لم يسق الهدي، وإذا أفرد لا مانع. وشيخ الإسلام قال إذا أفرد العمرة في سفرة والحج في سفرة فإن الإفراد أفضل، ولعله أخذه من عمل الخلفاء الراشدين. ولكن إذا كان سيعتمر حج في سفرة واحدة فلا شك أن التمتع أفضل، أن التمتع أفضل، لأن الحج والعمرة في سفرة واحدة إما أن يكون تمتعا أو قرانا، فلا شك أن التمتع أفضل. يقول يعني هو من سكان جدة ويريد أن يفصل بين السعي والطواف. شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أجاز تقديم السعي وفصله عن الطواف، وإذا عاد لطواف لا يجوز أن يخرج من مكة وما عليه إلا وداع. هذه مسألة مهمة، ما تخرج عليك وداع فقط، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عاد بالبيت. فإذا بقي عليك إفاضة يجوز أن تخرج، ولكن يكره لك ذلك حتى لا تتعرض لما يمنعك من إكمال حجك. لكن لو خرج لحاجة شدة الزحام ورجع يطوف الإفاضة وآخر شيء بدل الوداع أو مع الوداع لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. يقول يعني بالنسبة لأعمال المرأة، تقول أعمال المرأة كثيرة حتى لو كان عليها العذر الشهري، من الاستغفار، تلاوة القرآن، الدعاء، الصدقة، الأضحية. هل يصح يوم الجمعة غدا؟ نعم يصح، ويصوم معه السبت، الجمعة مع السبت، فإذا صام الجمعة مع السبت ذهبت الكراهة في هذه الحالة. هو من ينبع وله بيت والده في جدة، نقول يا أخي إحرامك من مكان أنت من بلدك، إذا مريت على الميقات تحرم، وبيت الوالد ليس بيتا لك، بيت والدك بعد أن غادرته سكنت سكنا مستقلا ليس بيتا لك. يذهب مع أخته في حملة مجانية محرما؟ نعم، وهذه إعانة لها على الطاعة وأنت مأجور. طيب من الأحق بتولي أموال اليتامى؟ الوصي الذي أوصى له الأب، إذا الأب أوصى قبل أن يموت قال أوصي فلان أن يرعى أموال أيتامي أو أولادي، فإنها هذا الرجل هو الأولى، سواء كان من الأقارب أو كان من غيرهم، قد يوصي للأم. فإن لم يوصي الأب لإنسان معين بالولاية على مال أولاده فيكون الجد أبو الأب هو القائم المسؤول عن أموالهم. فإذا لم يكن الجد أبو الأب موجودا فالولاية للأم، يعني أم الأولاد. والأقرب من العصبات مثل الأخ أو العم، فإن تصدى لها أكثر من واحد وهم في درجة واحدة كل واحد يقول أنا القاضي يختار أصلحهم وأقواهم على حفظ المال، لأن فيها الآن شرطان الأمانة والقوة، والواجب رعاية مال اليتيم أي من كان الذي سيعتني الجد أو الأم إلى آخره. ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب بهذا نكون قد أتينا على إجابات الأسئلة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا، وقد انتهى وقت حلقتنا هذه. موعدنا معكم الليلة القادمة بمشيئة الله،
التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا جميعا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية فندق كورال انترناشونال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا